هنا الشعب اللبناني لم يعد يتحمل هذه المغامرة الإيرانية. دكتور علي، أيضا كنت سألتك هذا السؤال والآن يعني أجب عليه فيما يتعلق بموقف حزب الله اليوم، وهل بالفعل ممكن أن تكون إيران أعطته ومنحته الضوء الأخضر وبالتالي هو فوض نبيه بري فيما يتعلق بالانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، وهذه المحادثات الجارية في قطر وربما وفد قطري سيحمل المطالب اللبنانية إلى المعنيين، هل بالفعل هذا هو الموقف الآن أمام الضغط العسكري المتصاعد في جنوب لبنان؟ يا صديقتي، لنكن واضحين، أكثر من 17-01 لا أحد يستطيع أن يتحمل ذلك في لبنان. ما يستطيع أن يتحمله اللبنانيون سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي هو تطبيق 17-01. حتى الرئيس بري بموقعه وبدوره وبكل شيء يملكه من زعامة شيعية وبالتالي من زعامة وطنية، أكثر من 17-01 لا يستطيع أن يتقدم خطوة. فإذا المتاح أمامنا هو 17-01، ملتزمون بال 17-01 كحكومة وقوى سياسية مجتمعة وملتفة حول هذه الحكومة، وبالتالي الرئيس نبيه بري كان واضحا في هذا المجال بأنه لن يعطي أكثر من 17-01، لأن أكثر من ذلك ليس من خصوصية أحد في لبنان، الموضوع أكبر من ذلك، الموضوع يتعدى حدود لبنان. نعم. لذلك نقول بأن حسابات اللبنانية حسابات محصورة بال 17-01، وهناك أعباء كبيرة لا أحد يستطيع في لبنان أن يتحمل أكثر من ذلك. لنكن واضحين، يعني من يستطيع الآن أن يأخذ سلاح حزب الله؟ من هي الجهة في لبنان؟ يعني عم نكون عم نحكي عم نفوت بكوابيس وبالتالي عم نفوت بصراعات داخلية لا طائل لأحد بها. لذلك نقول بأن هناك موقف واحد مبدئي أساسي ملتزم به حزب الله وغير حزب الله هو 17-01، وهذا التأييد هو بالأساس قرار دولي، يعني هذا القرار الدولي مدعوم من قبل الجهات الدولية وبالتالي هناك موافقة عربية عليه، وكل الدبلوماسيات الآن العربية والغربية ناشطة في هذا المجال. فإذا نحن أمام 17-01. طيب. هذا يعني لم يتبقى كثير. إذا كان هناك توسعة لهذا الموضوع. دكتور علي، أنت أشرت إذا كان هناك توسعة وعدم. طيب. إذا كان المطلوب الدخول في قرارات أخرى، هذا يحتاج إلى دخول إسرائيل إلى لبنان. هل إسرائيل تريد الدخول إلى بيروت مجدداً؟ لتغيير الموازين، لن تتغير موازين القوى إلا كما فعلت عام 82. يعني نعلق على النقطة التي ذكرتها فيما يتعلق بسلاح حزب الله أن تصل إلى بيروت. من في لبنان ينزع حزب الله كما تقول يعني الجيش اللبناني؟ هذا الكلام يقال كثيرا، تطبيق القرار 15-59 المتعلق بنزع كل الأسلحة. من يستطيع أن يطبقه؟